أصدر قاضي تونسي أوامر اعتقال دولية بحق 12 شخصية سياسية بارزة، من بينها رئيس وزراء سابق وهو يوسف الشاهد ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية كاشر. نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن متحدث باسم المحكمة أن هذه الشخصيات متهمة بتشكيل تحالف إرهابي وتآمر ضد الدولة وفق تعبيره. أفادت الوكالة أن قاضي التحقيق أصدر بطاقات جلب دولية بحق المتهمين، من بينهم معاذ الغنوشي نجل زعيم حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي.